عبد الفتاح السيسي يكشف عن إنشاء 180 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان المناطق العشوائية. استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بطريق الواحة في مدينة نصر. شكري في أوغندا لتسليم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره موسيفيني حول تطورات التعاون في ملف المياه بين دول الأعضاء في مبادرة حوض النيل. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء 180 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان المناطق العشوائية التي يعيش فيها المواطنون بتجمعات كبيرة في الأماكن الخطرة مثل منطقة الدويقة وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة. وأشار السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبر أديب الليلة الماضية إلى أنه سيتم الانتهاء من الوحدات السكنية للمناطق الخطرة في 30 من يونيو من العام المقبل، معتبرا أن تخصيص هذه الوحدات لسكان هذه المناطق سوف يقضي تماما على مشكلة المناطق العشوائية. وأوضح الرئيس أن هناك جهدا كبيرا لحل مسألة المناطق العشوائية والفقيرة والأكثر احتياجا، ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى مساندة القاطنين بها. أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزير الداخلية لمتابعة حادث استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة بالطريق الدائري، وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد أعلن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة آخرين من رجال الشرطة في حادث تبادل لإطلاق نيران مع مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر. وأضاف أن القوات تقوم بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد زكي مستعد وزير الداخلية الأسبق. سيرة اللواء بعد التحية، يعني من خلال متابعتك لهذا الحادث المؤسف، هل تعتقد أن طريقة الهجوم ومكان الهجوم يندرج تحت الحوادث الإرهابية أم أن له أبعاد جنائية؟ اسمح لي بداية أن أتقدم بالتحية الإكبار والإعزاز لكل شهداء الوطن، وندعو الله أن نتعافى جميعا مما يحاوله البعض أن يحول بيننا وبين ما نستحقه من مستقبل جميل ورائع للمصريين. شوف حضرتك، إذا جينا عملنا تحليل موضوعي سريع هنجد أن هناك حاجات إيجابيات بتتضح من خلال رد الفعل السريع لبيان وزارة الداخلية، وأيضا نجد أن هناك متابعة ومتابعة دقيقة. أنا شخصيا أثق في متابعة رجل الأمن، ولكن هناك تخطيط واضح جدا من الجانب الآخر. هذا التخطيط لا يهدف فقط إلى إرعاب رجال الأمن وأسرهم من خلال تعرضهم لخطر بشر، ولكنه أيضا يهدف إلى النيل من السلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة، بحيث يرد على الاحتواء الذي وضح خلال الفترة السابقة من خلال اختياص أهداف مجرد القبض على الهوية ومجرد إحداث أكبر نوع من الضجيج، خاصة بعد الزيارات الناجحة التي تمت في البلاد وبعد مؤتمر الشباب المؤخر في إسماعيلية وبعد المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية في مصر. فهناك استهداف واضح جدا لكل ما هو مستقبل يليق بالمصريين، ولكن على الجانب الآخر لابد أن نثق ونستمر في الثقة برجال الأمن المصريين، ولابد أن أناشد المواطنين بألا يتأخروا في الإبلاغ بأي معلومة تكون حولهم أو تصلهم إلى جهاز الأمن، لأن الأمن يحتاج دائما إلى الدعم الجماهيري. وأنا أعتقد وألاحظ أن هناك دعما جماهيريا واضحا، وهناك متابعة إعلامية رشيدة لكل ما يحدث دون ما أي إضافات تجد
إيميلية أو إضافات ليست سابقة، وهذا في حد ذاته أنا بعتبره نجاح في المواجهة. نأمل جميعا أن نقف حجر عثرة ضد كل من يحاول أن يحول بيننا وما بين مستقبل مصر. نعم. خصوصا أنا لا وقت للضياع حاليا. طيب برأيك يعني إسارة اللواء من خلال يعني مكان وقوع الحادث وما حدث به من تبادل إطلاق النيران من جانب مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي بمنطقة مثل طريق الدائري قرب مدينة نصر، هل تعتقد أنه يجب الاستفادة من هذا الحادث بتعزيز الإجراءات الأمنية بشكل أكبر على الطرق من خلال تركيب كاميرات مراقبة، أم يعني ما يمكن الاستفادة منه في المستقبل لتأمين مثل هذه الطرق؟ شوف، عايز اقول لحضرتك الحاجة، التخطيط الامني مش لو زي اي مخطط تخطيط وسن يتم للمستقبل، التخطيط دائما للمستقبل، وفكرة التخطيط يختلف من المناطق الحضرية الى المناطق الزراعية الى المناطق الساحلية الى المناطق المأهولة للسكان الى المناطق التي يتواجد فيها انتاج او مراكز مواقع انتاجية الى حتى المواقع التي يتواجد فيها اماكن روحية، لان كل موقع له قيمته الرمزية، وعلى ضوء هذه القيمة الرمزية بيتم وضع المخطط أو تخطيط المستقبل. هذا التخطيط دائما يتعرض للتقييم ويتعرض للتعديل بالحسب أو بالإضافة حسب ما يتم من مستجدات أو من معلومات ترد إلى أجهزة الأمن أو حسب أي متغيرات على الساحة. خد بالك، يمكن التخطيط بيختلف حتى في الفصول، الشتاء من الصيف من الخريف من الربيع، تخطيط بتخلي فيه وجود مناسبات ذات قيمة رمزية كبرى وذات ارتباط بالجماهير، ووجود أيضا نوع من الأخطار التي قد تتمثل في أنشطة ما يطلق عليهم الذئاب المنفردة أو أنشطة ما هو يستهدف إحداث أكبر دوي ممكن، خصوصا والسماوات مفتوحه دلوقتي، الاعلام موجود في كل حاجه، ما فيش حد بيقدر انه يقول او ما يقولش، ولكن احنا بنلاحظ ان هناك ايجابيات حتى في سرعه صدور بيان. والداخليه هذه سرعه صدور بيان لا تعني الا انهم على ثقه من سلامه. وصلت وجهه نظرك سياده اللواء محمد زكي الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لك. شهد الفريق اول صف صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربيه افتتاح المرحله التجريبيه لاطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكه الاتصال العسكري لتحقيق التامين الاشاري على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه. واكد القائد العام ان القوات المسلحه ماضيه قدما لتنفيذ استراتيجيه متكامله لتطوير وتحديث منظوماتها القتاليه والفنيه والتخصصيه واليات القياده والسيطره وفقا لاحدث المنظومات التكنولوجيه. شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي افتتاح المرحلة التجريبية لإطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكة المحمول العسكري لتحقيق التأمين الإشاري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد عبد الحميد قمحاوي مدير الإشارة كلمة أشار فيها إلى توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى التأمين الإشاري داخل القوات المسلحة. وعبر شبكة الفيديو كونفرنس قام القائد العام بافتتاح أعمال التطوير والتحديث لعدد من الوحدات التخصصية داخل سلاح الإشارة والتي تواكب التطور العالمي في هذا المجال. كما قام بتكريم عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود المتميزين تقديرا لتفانيهم في أدائهم لمهامهم المكلفين بها، وتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من سلاح الإشارة، وتفقد معرضا للمعدات الإشارية والابتكارات والبحوث الفنية. وفي نهاية الاحتفال أكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية قدما لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظوماتها القتالية والفنية والتخصصية وآليات القيادة والسيطرة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية التي تحظى بدعم واهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز قدرة وكفاءة الوحدات والتشكيلات على الوفاء بالمهام الوطنية المكلفة بها ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدف إلى المساس بأمن مصر القومي.
حضر مراسم الافتتاح الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. إلى أوغندا، حيث يسلم اليوم وزير الخارجية سامح شكري رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تتضمن رسالة تطورات التعاون في ملف المياه بين دول الأعضاء في مبادرة حوض النيل والجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل في إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل، بما في ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل. كما تتناول مباحثات شكري متابعة برامج التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا والمشروعات التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في أوغندا. يصوت اليوم مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في الجلسة العامة، ليتم إرساله لرئيس الجمهورية والتصديق عليها. يذكر أن التعديل الذي أضيف للمادة الثالثة بمشروع القانون والذي يعطي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال حق الحصول على العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وليس فيها أي تمييز، كما منحت المادة الجمعيات العمومية حق تحديد ضوابط صرف هذه العلاوة. أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا أن المبعوث سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بشأن سوريا غدا في العاصمة الكازاخية أستانا. يتناول الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين بحضور ممثلين من روسيا وتركيا وإيران سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا. ومن المتوقع أن تمهد تلك الاجتماعات لجولة جديدة من مفاوضات جنيف تعقد خلال الشهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة. وكانت الجولة الخامسة من مفاوضات السلام في جنيف قد انتهت في 31 من مارس الماضي من دون تحقيق تقدم يذكر. رفعت قوات سوريا الديمقراطية العلم السوري على مبنى عسكري في إحدى قرى منطقة عفرين بريف حلب والتي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في وقت سابق. يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالية، كما قصفت مواقع أخرى لتلك القوات في بلدتي عين دقنة ومرعناز بتزامن مع اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة. أكد المتحدث باسم ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن السيطرة على كامل مدينة الطبقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وتأتي عملية السيطرة الكاملة بعد أسبوع على دخول تلك الميليشيات المسلحة هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كيلومترا غرب الرقة معقل داعش في سوريا. بعد أسبوع على دخولها مدينة الطبقة السورية، تمكنت ميليشيات ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على كامل المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. تقدم الميليشيات المسلحة المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن جاء عقب اشتباكات عنيفة ومقاومة شرسة مع مسلح داعش الذين يستخدمون طائرات بدون طيار على غرار ما يفعلونه ضد القوات العراقية في مدينة الموصل. وتقع مدينة الطبقة التي يسيطر عليها مسلح داعش منذ عام 2014 على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات على بعد نحو 50 كيلومترا غرب مدينة الرقة معقل التنظيم الإرهابي الأبرز في سوريا. وتحظى مدينة الطبقة بأهمية استراتيجية مزدوجة باعتبار أنها تفتح الطريق أمام ميليشيات سوريا الديمقراطية إلى الرقة التي تضم سدا مائيا هو الأكبر في البلاد. وتندرج السيطرة على مدينة الطبقة في إطار حملة غضب الفرات التي بدأتها ميليشيات سوريا الديمقراطية في نوفمبر الماضي لطرد مسلح داعش من الرقة، إذ تمكنت منذ بدء العملية من إحراز تقدم نحوها وقطعت كافة طرق الإمداد الرئيسية لداعش من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى زبيدي إن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مطوقة بشكل كامل من جانب القوات العراقية، مشيرا إلى أن نسبة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة داعش تبلغ نحو 30%. من ناحية أخرى أعلن الجيش الأمريكي أن ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أوقعت بشكل غير متعمد نحو 352 قتيلا بين المدنيين منذ بدء الهجوم عام 2014. في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي لتطهير البلاد من تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت القوات العراقية من قتل 30 مسلحا من التنظيم والاستيلاء على مقر قيادته شمالي الأنبار. قوة من الجيش بالفرقة السابعة ومقاتل العشائر وبإسناد جوي قاموا بتنفيذ هذه العملية العسكرية على منطقة المالح الصحراوية ضمن الحدود الإدارية لصلاح الدين مع الأنبار شمال المحافظة. على صعيد متصل، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ غارات جوية جديدة على مواقع لداعش بمدينة الموصل. وفي بيان له قال التحالف إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مواقع قتالية وعربات مدرعة ومخابئ أسلحة وشبكات أنفاق، موضحا أن الغارات شملت أيضا مواقع للتنظيم قرب تل عفر غربي الموصل وراه والحبانية في محافظة الأنبار. من ناحية أخرى، أعلن وزير الهجرة جاسم محمد الجاف اليوم نزوح 600 ألف شخص منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى، في حين عاد 133 ألفا منهم إلى مناطقهم المحررة. ومنذ إطلاق العمليات العسكرية في العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، والهجرة العراقية مستمرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المساندة بإجلاء ونقل العوائل من مناطق النزوح إلى مناطق الإيواء، كما وتعمل في الوقت نفسه على تأمين عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة. كان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 352 مدنيا بشكل غير متعمد في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في 2014. قتل 10 من ميليشيات جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح وأصيب آخرون في قصف مقاتلات التحالف العربي على محافظة لحج جنوب اليمن. يأتي هذا في وقت نفذت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات غربية تعز استهدفت مركبة محملة بالذخيرة في منطقة الحرزين في موزع، فيما تواصل قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي محاصرة معسكر خالد بن الوليد بالمخا غربية تعز. من جانبها قصفت القوات السعودية بالمدفعية مواقع جديدة تحصنت فيها الميليشيات الحوثية في مدينة حارض اليمنية بعد أن أطلقت الأخيرة قذائف متفرقة على محافظة الطوال الحدودية في منطقة جازانة. توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقي غدا الأربعاء رئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان الدور الذي يمكن أن تطلع به الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة من أجل استئناف مفاوضات السلام والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. يستقبل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في سوتشي لاستئناف الحوار بين برلين وموسكو، ومن المقرر أن تبحث ميركل خلال زيارتها الملف الأوكراني والإعداد لقمة مجموعة العشرين المقبلة والمقررة أوائل شهر يوليو المقبل. من جهته أكد الكرملين أن زيارة المستشارة الألمانية تعد فرصة لبحث الأوضاع الراهنة وإمكانيات تطوير العلاقات الثنائية. اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بدفع شبه جزيرة كوريا إلى شفا حرب نووية بعد أن حلقت قاذفتان أمريكيتان فوق المنطقة في إطار تدريبات مشتركة مع القوات الجوية لكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن القاذفتين وهما من طراز لانسر بي وان بي نفذتا تدريبا على إسقاط قنبلة نووية على أهداف كبيرة على أراضيها، وجرى إرسال طائرتين القاذفتين وسط تزايد التوتر بسبب استمرار كوريا الشمالية في تنفيذ برامجها النووية والصاروخية متحدية عقوبات الأمم المتحدة وضغوط واشنطن.
اقتحم متظاهرون من المعارضة الفنزويلية قاعدة عسكرية في شرق العاصمة كاراكاس، لكن قوات الأمن طردتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش. وكانت المعارضة قد رفضت دعوة رئيس نيكولاس مادورو إلى صياغة دستور جديد للبلاد، معتبرة أن هذا الأمر هو مواصلة لما تسميه الانقلاب ضد البرلمان الذي تسيطر عليها. مع توصل الأزمة السياسية في فنزويلا، رفضت المعارضة دعوة الرئيس نيكولاس مادورو إلى صياغة دستور جديد للبلاد، معتبرة أن هذا الأمر هو مواصلة لما تسميه الانقلاب ضد البرلمان الذي تسيطر عليها. وقال هنركي كابريلس أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن مادورو يعمق الأزمة الخطيرة، ودعا مناصري المعارضة إلى عدم إطاعة دعوة مادورو. وكان الرئيس الفنزويلي قد دعا إلى تشكيل مجلس تأسيسي يكلف بصياغة دستور جديد، ويكون أعضاؤه الممثلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية. من أجل الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد، أدعو إلى تشكيل مجلس تأسيسي من الشعب لا من الأحزاب السياسية، مجلس من الشعب. وشاركت المعارضة الفنزويلية في مسيرات عدة احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها ضد مادورو في تحدي للسلطات، الذي نظمت أيضا تظاهرات مؤيدة لها. وانتشرت الشرطة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى كاراكاس، ونصبت حواجز معدنية على طول مسار التظاهرات، كما استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق مظاهرات المعارضة. احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في عموم فرنسا ضد المرشحة الرئاسية مارين لوبين وحزبها اليميني، وذلك قبل 6 أيام من إجراء الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة. وتأتي هذه التظاهرات السلمية تضامنا مع المهاجرين ودعما للاستمرار تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وتشير استطلاعات الرأي الأولية إلى إمكانية فوز المرشح اليساري إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بنسبة لا تقل عن 60% من إجمالي الأصوات. أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده سوف تنظم استفتاء لاستطلاع رأي المواطنين بشأن الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان أن الأتراك سوف يحددون مسارهم القادم من خلال استفتاء يجرى على غرار ما حدث من جانب بريطانيا وخروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي. كما اتهم أردوغان في مقابلة مع التلفزيون الهندي أوروبا بعدم انتهاج سياسة أمينة وصادقة مع أنقرة، مشيرا إلى أن أوروبا جعلت تركيا تنتظر على أبوابها. دعا رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 3 من الشهر المقبل، ويمثل إجراء انتخابات مبكرة قبيل موعدها المقرر بنحو عام تحديا من جانب موسكات للمعارضة التي تطالبه بالاستقالة من منصبه بسبب فضائح تحيط بعائلته، فضلا عن أنه يمثل اختبارا لمدى شعبيته بين المواطنين. وأعرب موسكات عن شعوره بالقلق إزاء ما أسماه بالمهاترات السياسية التي يمكن أن تدور باقتصاد البلاد، نافيا ما يتردد عن تأسيس زوجته سرا شركة بالخارج قامت بتسجيلها في بنما. اجتاحت موجة من الطقس السيء عددا من الولايات الأمريكية بعد هطول الأمطار الغزيرة في ولايتي نيويورك وميزوري، فيما تعرضت كنساس إلى عاصفة ثلجية. وقد حذر خبراء الأرصاد من إمكانية حدوث فيضانات لعدد من الأنهار بعد ارتفاع منسوب المياه فيها، في الوقت الذي قامت فيه السلطات المحلية بولاية كنساس بإغلاق عدد من الطرق السريعة حتى انتهاء العاصفة الثلجية. نهاية النشرة. تذكرة بأبرز عناوين أخبارها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف عن إنشاء 180,000 وحدة سكنية لاستيعاب سكان المناطق العشوائية. استشهاد 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين في تبادل لإطلاق نيران مع مسلحين بطريق الواحد مدينة نصر. وشكري في أوغندا لتسليم رسالة من رئيس السيسي لنظيره موسيفيني حول تطورات التعاون في ملف المياه بين الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل. شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg.